سمع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين في صحيحه في كتاب الرقاق في باب البكاء من رحمة الله عز وجل: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله: رجل ذكر الله ففاضت عيناه. باب الخوف من الله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به فجمعه الله، ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني عليه إلا مخافتك، فغفر له. حدثنا موسى، حدثنا معتمر، سمعت أبي حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر رجلا في من كان سلف أو قبلكم آتاه الله مالا وولدا، يعني أعطاه، قال: فلما حضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيرا. فسرها قتادة: لم يدخر. فسرها قتادة: لم يدخر، وإن يقدم على الله يعذبه. فانظروا فإذا مت فأحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال: فاسحكوني. ثم إذا كان ريح عاصف فأذروني فيها. فذروني فيها. فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا. فقال الله: كن. فإذا رجل قائم ثم قال: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ أي عبدي. أحسن الله إليك. ثم قال: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك، أو فرق منك. فما تلافاه أن رحمه الله. فحدثت أبا عثمان فقال: سمعت سلمان غير أنه زاد: فذروني في البحر، أو كما حدث. وقال معاذ: حدثنا شعبة عن قتادة: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالخشية من الله جل وعلا هي خوف مشوب بتعظيم وإجلال لله سبحانه وتعالى، مع حسن الظن به جل وعلا في قبول التوبة. فليس الخوف المحض أن تخاف من السبع ومن الحية ومن العدو الظالم، لكن ما هو في تعظيم، خوف ما معه تعظيم ولا معه إجلال. فخوف العبودية هذا يسمى خوف السر، تخاف الله عز وجل وأنت خاليا ما عندك عاد، لما تعلم من عظمة الله جل وعلا، عظمة شانه وعز سلطانه ودوام رقابته، وأنه تعالى لا يخفى
عليه شيء من أمرك، لا من سريرتك ولا من ظاهرك ولا في ماضيك ولا مستقبلك، فيكون الخوف مشوبا بتعظيم وإجلال. هذا هو الخشية، ليس خوفا محض. وإذا صار الخوف خالي من التعظيم والإجلال ما يكون على الكمال في العبودية، لأنه قد يشوبه سوء ظن بالله عز وجل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في التنزيل، إن الذين أوتوا الكتاب من قبل إذا يتلى عليهم يخرون إلى الأذقان سجدا يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون إلى الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذه صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخافون الله عز وجل، يخافونه خوف تعظيم وإجلال، ولذا يتأثرون بآيات الوعد والوعيد. إذا قرأوا آيات الوعد بالجنة والمغفرة والعفو بكوا من عظم الرجاء لله جل وعلا، وإذا قرأوا آيات الوعيد بكوا من عظم الخوف والإجلال والتعظيم له سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وذكر صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه، تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله. فذكر أصنافا من الناس: إمام عادل، حاكم عام، ملك، رئيس، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ما كان له سفة وصبوة منذ نشأ وهو على الطاعة حتى توفاه الله، نسأل الله الكريم فضله وأن يجعلكم كذلك جميعا، جعلنا وإياكم كذلك جميعا. ورجل تصدق بصدقة من شدة إخلاصه أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لبعده عن الرياء. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، جمعهما الحب في الله جل وعلا، والمعنى تزاورا في الله لحب بعضهما لبعض في الله جل وعلا. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسه الفاحشة، فهو قادر ومدعو، ومع ذلك اعتصم بالله جل وعلا وقال: إني أخاف الله. ورجل ذكر الله خاليا، ما عنده أحد، في المسجد، في البيت، آخر الليل، في أوقات من الأوقات، ذكر الله خاليا وهو يقرأ القرآن أو وهو يدعو يذكر، ذكر الله فاستحضر عظم نعم الله جل وعلا عليه، واستحضر سوء عمله وتفريطه هو في جنب الله تقصيره، فخجل من الله جل وعلا وبكى. والعين إذا خرج منها مثل الذباب دمعة حرمها الله على النار، فما عندها أحد، خالية، ما ذكر تصنعا ولا مجاملة ولا مجاراة لأحد بكى، لا، ما عندها أحد. فهذا يدل على فضيلة الخشية من الله. قلنا أن الخشية هي خوف مشوب بتعظيم وحب وإجلال وحسن ظن بالله عز وجل، فهو يرجو الله لما يعلم من كرمه
وجوده سبحانه وتعالى وسعة رحمته وعظم فضله، ويخاف من الله أن يعاقبه لما يعلم من خطرات نفسه ووساوس صدره وسوء عمله. فإذا قارن خجل من الله عز وجل وخاف. ولذا أردف البخاري رحمه الله بعد حديث الخشية بهذا الحديث، حديث الرجل من كان قبلنا، رجل مؤمن لكنه أسرف على نفسه في المعاصي حتى إنه خاف من الله عز وجل خوفا شديدا، فحسب في عاقبة أمره ولشدة خوفه لإفراطه في الخوف من شأن أنه يغلب على الظن أنه عامي ما هو عالم، فلشدة خوفه ارتأى أنه إذا مات أن يحرقه أولاده وأن يسحقوه حتى يكون ذرات مثل ذرات الرمل، وأن يذروه في الهواء في البحر، ظن هذا ينجيه من الله عز وجل، لأن الله لو قبضه عاقبه. فمن شدة خوفه، من فرط خوفه، أساء الظن بالله. كيف أساء الظن؟ أساء الظن بالله من حيث القدرة، إن الله لا يقدر عليه بهذه الحيلة، صار عنده شيء من الشك في قدرة الله لفرط خوفه ولجهله، مع أنه صالح لكن لأنه عامي. فلذلك خيل إليه أنه إذا فعل به هذا لا يقدر الله عليه ولا يحاسبه ولا يعاقبه، فأوصى بنيه بذلك وأخذ عليهم العهد والميثاق. فلما فعلوا قال الله عز وجل للبر أد ما فيك منه من ذراته، وللبحر أد ما فيك، وقال له كل، فمثل بين يدي ربه جل وعلا، فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي مخافتك، يعني من شدة خوفي منك. فغفر الله له، غفر الله له لشدة خوفه، لأن الخوف عبادة سر. غفر الله له هذا العمل الذي يعتبر أنه سوء ظن بالله جل وعلا، أن الله لا يقدر عليه، وهذا أتي من جهله، أتي من جهله، فعذره الله بالجهل، عذره الله بالجهل. ينبغي الإنسان أن يخاف الله عز وجل خوفا يمنعه من معصية الله عز وجل، ويحمله على صدق وسرعة التوبة إليه سبحانه وتعالى من التقصير في حقه، وعلى ألا يسيء الظن بالله جل وعلا، بل يرجو رحمته ويخاف عذابه، ويغلب جانب الرجاء في مثل حال الرجل هذا. هذا لو كان غلب جانب الرجاء عند الموت كان خيرا له، سلم من سوء الظن، وجد الله عز وجل عند ظنه به، ظنه الحسن، أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، يعني إلزموا حسن الظن بالله جل وعلا حتى تلقوا الله عليه. وأخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، يعني إن ظن خيرا وجده،
إن ظن غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله عز وجل ذم الكفار والمنافقين بسوء ظنهم به: ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وهالحوادث اللي تسمعون بين وقت وآخر، هذا يحرق نفسه وهذا يحرق نفسه وهذا يلقي بنفسه وهذا يقتل نفسه، كل هذا من سوء الظن وعبث الشيطان بالناس، من الجهل في دين الله، من الجهل بشأن الله جل وعلا. وإلا لو آمنوا بالله وعرفوا سعة رحمة الله وعفوه وسعة فضله وأن رحمته جل وعلا تغلب وتسبق غضبه وأن العفو أحب إليه سبحانه من المؤاخذة وأنه يرحم العباد يوم القيامة رحمة يتطاول لها إبليس رجع أن تصيبه وأنه تعالى قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فما من عسر يمر بالإنسان إلا وهو مسبوق بيسر وملحوق بيسر، وإذا اشتد الأمر انفرج. ما بين لحظة طرفة عين، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وتذكرون قصة أصحاب الغار، انطبق عليهم الغار حتى لا يجدون منفذا، ومع ذلك ما أيسوا من الله جل وعلا، بل تذاكروا وقالوا إنه لا ينجيكم من عملكم هذا إلا أن تتوسلوا إلى الله، تدعو الله عز وجل متوسلين إليه بصالح عمل عملتموه، يعني أفضل عمل عملتموه. فتوسل أحدهم ببره بوالديه، وتوسل الآخر بعفته عن الحرام مع القدرة عليه، وتوسل الثالث بأداء الأمانة وحفظ الحق لصاحبه وإحسان أدائه إليه، ففرج الله عنهم الصخرة وخرجوا يمشون. من آمن بلطف الله جل وعلا رجا، ومن آمن بشدة بطش الله خاف، ومن آمن بسعة رحمة الله تعرض لها. لذلك ينبغي الإنسان يكون دائما بين الخوف والرجاء، ويغلب جانب الخوف في حال الرخاء والسعة حتى لا يطغى، ويغلب جانب الرجاء في حال الضيق والشدة حتى لا يقنط من رحمة الله ولا يأس من رحمة الله. نعم. أحسن الله عليك. باب الانتهاء عن المعاصي. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني أنا النذير العريان، فالنجا النجا، فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها.
حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. باب. هذا في الأمثال، والأمثال يراد منها تقريب المعقول وفهم المعقول، لأن يضرب له المثل بشيء محسوس حتى يفهم. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. وأكثر الله عز وجل من ضرب الأمثال في القرآن في آية محكمة، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ فالرجل الذي شركاء هو المشرك، هذا الذي له عدة آلهة لا يدري هل يرضي هذا أم يرضي ذاك، وإذا أرضى هذا غضب ذاك. ومثل الذي له سيد واحد رجل واحد كمثل الموحد يعبد الله ويرضيه فقط ولا يتكلم. وهكذا ذكر الله عز وجل عدة مثل ما ذكر ضرب مثلا بإحياء الموتى لإحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موتها بالمطر. وجاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل للمشرك وأنه لئيم وحقير، مثل العبد المملوك الذي يكسب خراجا، يعني عنده مهنة تعطى ويعطي خراجه لغير سيده. فالمشرك يعطي العبادة لغير الله جل وعلا هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا مثلين، أنه نذير عليه الصلاة والسلام للناس من العذاب، نذير للناس من العذاب. ما مثل في ذلك؟ مثل إنسان رأى العدو بعدته وعتاده، بعدده وعتاده، وأنه يقصد قومه على مسافة، فأسرع في المشي وأخبرهم بأن في الطريق عدو متوجه إليهم يريده. فمنهم من صدقه فمشى وأدلج أسرع فنجا، منهم من لم يصدقه فهلك، أتاه العدو وقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الطريق من تحت أقدامنا إلى منتهاه، وأن الاتجاه في هذا الطريق إجباري، فأنت كل نفس يصعد منك لا يعود إليك، كل يوم يمضي لا يرد لا يرجع إليك، فأنت تستنفد عمرك وتستنفد رزقك لتبلغ أجلك. فمثل ما خرجت من بطن أمك بلا إذن منك ستخرج من الدنيا بلا إذن، وستهدى في القبر برزخ، وتبقى في الانتظار بين الدنيا والآخرة حتى تستكمل عدة النفوس التي قدر الله خلقها وجودها، وحتى يحين أجل القيامة، ينتهي أمد الدنيا ويحين أجل الآخرة، ثم تبعث، ثم تحشر، ثم تعرض وتحاسب، ثم يوزن عملك، تعطى الصحيفة ويوزن عملك، ثم تذهب إلى النار، النار قبل الجنة، فلن يدخل الجنة أحد إلا وقد جاوز النار. ف
فهو لا يجاوز بنفسه وإنما يزحزح، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لا يجتنبها هو وإنما يجنبها، سيجنبها الأتقى، لا ينجو منها وإنما ينجى. ما هو شرط هذا؟ التوحيد والطاعة لله عز وجل. فالنار منزل قبل الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا إن النار قبل الجنة، وأن لم يتوق من لم يتوقع النار أصابته، كما في التنزيل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكي. اتقاها بالتوحيد والطاعة، أصل الطاعة الصلاة والزكاة. فالنبي يقول أمامكم النار اتقوها، اتقوها. ولذلك لما أن الله عز وجل بعث صعد على جبل في مكة ونادى في الناس، نادى في الناس: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، لبطون قريش. فاجتمع فقال: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقيا؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني قبل عذاب شديد. ونادى مرة أخرى: يا بني فلان أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني فلان أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني فلان أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم شيئا قد أبلغتكم. حتى قال: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، أنقذي نفسك من النار، إني لا أغني عنك من الله شيء. ولذا يقول: أنا النذير العريان، العريان الذي شمر ثيابه من شدة الجري، وأهمه الأمر وأسرع، حتى ارتفعت ثيابه وهو لا يدري، أو حتى رفعها هو من شدة ما به من الوجد على قومه، إذا رأوه أنه كذا عرفوا أن الأمر خطير. يبين صلى الله عليه وسلم شفقته على الأمة ونصيحة للأمة: أنا النذير العريان، أشد ما يكون في النذارة، يعني هذا معروف عند العرب. والمثل الثاني يقول: إني مثلي ومثلكم في شفقتي عليكم وأمري لكم بما يجنبكم النار وبما يدخلكم الجنة، مثل إنسان استوقد نارا بالليل في البر، فجعلت هذه الجنادب والحشرات الطائرة يقعن فيها، يأتينا إلى النور، هن لا يريدن النار وإنما جذبهن النور فيقعن فيها، هو يذبهن ينفيهن عن النار وهن يغلبن ويتقحمن فيها. فيقول: أنا مثل صاحب هذه النار، أنا أبعدكم عن النار، أنهاكم عن موجبات النار وأمركم بموجبات الجنة، وأنتم تأبون وتخالفونني فتفعلون موجبات النار وتتركون موجبات الجنة. نعم، أحسن الله عليك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والمعنى أنه أوحى الله إليه من عظمة شأنه جل وعلا وعز سلطانه في خلقه وتدبيره لملكه، وأوحى إليه بشأن النار وشأن أهوال القبر وشأن أهوال يوم القيامة. يقول لو أنكم تعلمون مثل ما أعلم كان ما اطمأننتم في الدنيا، لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله جل وعلا، تخافون تتضرعون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يعلم ما يتعلق بالتكليف والمكلفين، وبين شيئا كثيرا، بين مصاريع الجنة ما بين البابين من أبواب الجنة كما بين مكة وهجر، مكة والأحساء، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. والجنة لها 8 أبواب يدعى كل أهل عمل من الباب المخصص له ذلك العمل، ويدعى أناس من جميع الأبواب، ويتخير من أبواب الجنة ما شاء. وذكر من أصناف نعيم الجنة من طيب تربتها ومن طيب شرابها ومن طيب طعام وفاكهتها ومن جمال نسائها ومن جمال أثاثها ومن فخامة قصورها ومما فيها من النعيم الذي لا يتكدر، والشباب الذي لا يبلى، والأنس الذي لا يزول، والحياة التي لا تنتهي. وذكر أشياء كثيرة من ذلك وفصلها عليه الصلاة تفصيلا، وذكر من أهوال النار، من أحوال الناس الذين يعذبون فيها، وكيف أن الكافر يكون ضرسه الواحد من أضراسه كالجبل العظيم، وذكر من أهوال النار وأنواع عقوباتها وآلات التعذيب فيها الشيء الكثير. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أري الجنة وأري النار في الإسراء والمعراج، وأخبر أنه أري الجنة وأري النار في صلاة الكسوف، حتى صار الجدار الذي أمامه مثل ما تعرفون اللي يسمى البروجكتر، عرض عليه منظر الجنة منظر النار، حتى كاد يتناول قطفا من عنب، وحتى خشي على وجهه من النار من قربها. وكذا في إحدى الصلوات أيضا أخبر صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار في قبلة المسجد. يقول لو أنكم تتصورون ما أخبركم به، يعني حقيقة ما أخبركم به، كان ما تمتعتم في الدنيا. وهذا يدل على عظم ما أمام الإنسان، وأن الاتجاه خطير جدا، وأن الإنسان بحاجة إلى الضراعة والذل لله جل وعلا، والانكسار بين يديه وأيضا من رجاله، والخوف من عذابه والطمع في رحمته وكريم ثوابه. لأن من عرف هذه الأمور أهمه الشأن، وعرف أنه لا ينجو من العذاب ولا يفوز بالنعيم وكريم الثواب إلا بالضراعة إلى الله عز وجل، وإجابة الدعاء له وهدايته وتثبيته وحسن خاتمة، نسأل الله ذلك الجميع. فهذا مما يبين الإنسان ما ينبغي أن يغفل، يصير همته الدنيا، همته البناء، همته التجارة، همته الدراسة والشهادات، همته لا، يكون همته النجاح في الآخرة، النجاح في الآخرة ذلك هو الفوز العظيم، والخسران في الآخرة هو الشقاء والعذاب الأليم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا عن علم وعملوا الصالحات عن علم،
وتواصوا بالحق والصبر والمرحمة عن علم، وثبتوا على ذلك عن علم. هذه النصوص ترقق القلوب، تجعل الإنسان يحسب لما أمامه ألف حساب، يستعد لما أمامه، ومع ذلك يجد في العمل ويحسن الظن بالله عز وجل. لا بد من هذا، الجد في العمل وحسن الظن بالله عز وجل، لأن حسن الظن من غير عمل تمني، والمتمني مفلس، لكن الجاد في العمل على وفق الشرع خالصا لله عز وجل هذا هو الراجي، هذا الرجاء. وفرق بين الرجاء والتمني، فالرجاء الطمع في تحصيل المطلوب مع تعاطي سببه، والتمني الطمع في المطلوب من غير تعاطي سببه أو بتعاطي ما يمنعه ويحول دونه. نعم. أحسن الله عليك. باب حجبت النار بالشهوات. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. باب. والحكمة من هذا إنه من فضل الله عز وجل ورحمته في من أطاعه، وعدله وحكمته في من عصاه، فإن الحكمة من هذا الحجاب الاختيار، الاختيار، لأن من سمع بالنار وما أعد الله فيه من العذاب العليم لن يقبل النار وهو عاقل، من سمع بالجنة وما فيها من الثواب الكريم ورضوان الرب العظيم لا يقف دونه وهو عاقل، فحتى يظهر الاختيار حجب الله الجنة بالمكاره حتى لا يدخل الجنة إلا من هو صابر على المكاره، واعلم أنه في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وحتى لا يدخل النار إلا مختار مقتحم للشهوات غير مبال بعواقبها. وجاء في الحديث أن الله عز وجل لما خلق الجنة وأودع فيها ما أودع قال لجبرائيل عليه السلام: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها وأتى إلى الله عز وجل قال: إني رأيت ما فيها من كذا وكذا حتى ظننت ألا يقصر أحد دونها، كل الناس من الجنة. فحفها الله عز وجل بالمكاره قال: انظر إليها. فلما نظر إليها ورجع قال: يا ربي إني خفت ألا يدخلها أحد من شدة ما بينها وبين الناس وبينها من المكاره. والنار كذلك لما رآها قال: إن الناس يتركونها ما يذهبون إليها أصلا، فحفها بالشهوات قال: خفت أن لا ينجو منها أحد. فجعل الله هذا الحجاب حتى أنه ما يدخل الجنة إلا مريد لها بصدق وجد وصابر على المكاره في سبيل هذا، وحجب النار بالشهوات حتى لا يدخل النار إلا مقتحم لها مريد، لتقوم حجته سبحانه وتعالى على خلقه من أهل النار، وليظهر فضله ورحمته في أحبابه وأوليائه. نعم. أحسن الله عليك. باب. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. حدثنا موسى بن مسعود حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. حدثني محمد بن المثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. باب. لينظر إلى من هو أسفل منه. يعني إن
أنك لا تستبعد، لا تغتر بالحياة تستبعد النار، تراه قريب ما بينك وبينها إلا أن تموت ثم تفتن بعد موتك، ثم يأتيك نموذج من النار، سواء كنت في الجبل ولا في البحر ولا في الأرض ولا في أي مكان. فأرواح الفجار إلى سجين، ونموذج من عذاب يأتيهم وهم في الحادة، وهم في أماكنهم حتى لو كانوا بطون السبع. وهكذا الجنة، إذا فارقت روحك جسدك رفعت الروح إلى الجنة، وفتح لك في قبرك باب إلى الجنة، وأتاك من روحها وريحانها ونعيمها بأي مكان أنت، سواء في البر أو في البحر أو في الجبل أو في بطون السباع أو في أي مكان. ما بينك وبين هذا إلا أن تموت فقط، والأجال مغيبة لا تأتي في الغالب إلا فجأة. تظنون أهل المقابر كلهم خلصوا أشغالهم في دنياهم وراحوا باختيار؟ لا. فإذا لا يستبعد الإنسان الجنة ولا يستبعد النار. قال معاذ رضي الله عنه: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. وأنت إذا وضعت في لحدك عاينت ما أمامك، كنت من أهل الجنة ومن أهل الجنة، وأنت كنت من أهل النار ومن النار، نعوذ بالله من النار، نسأل الله الجنة. آمين. نعم. أحسن الله إليك. باب: لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من فوقه، إلى من هو فوقه. يعني في الدنيا، في الدنيا انظر إلى من هو أسفل منك، من هو أقل منك دنيا، حتى تشكر نعمة الله عليك ولا تزدري النعمة. وفي الدين انظر إلى من هو أعلى منك حتى ترتفع همتك وتنشط نفسك في العمل وتتأسى به في الكيفية فتنتفع في أمر الآخرة ليتنافس المتنافسون. وأما الدنيا فالدنيا عبر وطريق ممر، ليست شيئا. ينبغي الإنسان يهتم بهذا، ينظر في أمر الدين إلى من هو أعلى منه ومن هو أحسن منه علما وعملا توفيقا كذا، حتى أنه يكون عنده علو همة في محاكاته، بل في منافسته، بل في سبقه. وأما في أمر الدنيا ينظر من أدنى منك حتى أنك لا تحتقر النعمة ولا تسيء الظن بالله جل وعلا، وحتى تعرف أن الله فضلك. فإذا رأيت المبتلى سألت الله العافية، المبتلى بالفقر، المبتلى بالمرض، المبتلى بالعاهة، المبتلى بالعيب الخلقي، المبتلى بنقص العقل، فإذا رأيت المبتلى شكرت نعمة الله عليك وأثنيت على الله موال وأجرت ولم تصب بهذه البلية. وأما إذا كنت تنظر في الدنيا لمن هو أعلى منك فأنت تبتلى بالحسد وتصغر في عينك الطاعات وتعظم في عينك الدنيا وفي قلبك، تصير الدنيا همك، وهذا كفيل أن يشتت الله شملك ويفرق جمعك ويشغلك بما أنت راحل عنه، ولا يأتيك من الدنيا إلا ما كتب لك، وما كتب لك ربما لا تنتفع فتجمعه لغيرك. لكن إذا كانت الآخرة همك جمع الله شملك وجعل غناك في قلبك وأقر عينيك برزقك وجعله عونا على طاعة ربك، فحصلت من خير الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. باب:
من هم بحسنة أو بسيئة. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا جعد أبو عثمان، حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 1 سيئة. هذا فيه حظ على مراقبة خطرات القلب، وأن الذي ينبغي أن تشغل قلبك بالنية الصالحة كما قال بعض السلف: انوي في كل شيء الخير، لأن نية القلب عمل، ولأن القلب إذا شغل بالنية الصالحة سلم من النية السيئة، سلم من مزاحمة النية السيئة، وقادته النية الصالحة للعمل، فيكون الإنسان مراقبا لقلبه. ولذا قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تراقب أذنك لا يدخل منها شيء يؤثر على قلبك فسادا، وتراقب بصرك عينك لا ينفذ منه شيء يؤثر على القلب فسادا، وتراقب فمك لا يدخل منه مطعم أو مشرب يؤثر على القلب فسادا، تراقب جارحة لسانك لا تتفوه بشيء يجر على قلبك فسادا، بل استعمل هذه الحواس والجوارح في طاعة الله حتى تجلب إلى قلبك صلاحا. فالكلمة الطيبة تصلح القلب، المطعم الطيب يصلح القلب، المشرب الطيب يصلح القلب، الملبس الطيب يصلح القلب، يصلح القلب، سماع الخير يصلح القلب، رؤية الخير يصلح القلب، وهكذا. احذر، لأن النيات ما تكون إلا من الخواطر، فإذا جاءت الخواطر الحسنة انبعث القلب للنية الحسنة، صار عنده همة منعقد على نية فعل الخير، وإذا انعقد على نية فعل الخير تيسر فعله، وإذا جاءته الأمور الأخرى المفسدة انعقد القلب على نية الشر، وإذا انعقد على نية الشر ساء فعله تأسس للشر. فلذلك انتبه لذلك، ثم اذكر فضل الله جل وعلا عليك من جهات عدة. الأول إن الخاطرة الحسنة أنها تكتب بمجرد خطورها على بالك، فإذا تحولت إلى نية كتبت لك حسنة كاملة، فإذا تحولت إلى عمل تحققت بالعمل كتبت لك 10 حسنات مضاعفة. الخاطرة السيئة لا تؤاخذ بمجرد خطورها، لا تؤاخذ بمجرد أنها وردت على نفسك، فإذا استقرت في القلب وتحولت إلى نية أيضا لا تؤاخذ بها، لكن احذر، فإنك إن تعاطيت أسباب تنفيذ النية كتبت عليك. فإذا إنها كتبت مع هذا كتبت سيئة واحدة، ومع أنها سيئة واحدة فقد أكثر الله عز وجل في شرعه من الخصال المكفرة للسيئات كثيرة جدا، وأعظمها وأقربها وأسرعها التوبة إلى الله جل وعلا.
فإن التوبة تمحى السيئة. فهذا يجعل الإنسان يهتم بهذا الأمر ويخشع. لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب، جلسوا على الركب، قالوا: يا رسول الله حملنا ما نطيق، وهذه الآية لا نطيقها، كيف نطيق الآية ونحن نؤاخذ بمجرد الخواطر؟ صعب هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقال رضي الله عنه: سمعنا وأطعنا، وذهب ما في نفوسهم. وقرأوا الآية أنها مخيفة، قرأوها وأكثر قراءتها حتى ذلت بها ألسنتهم من كثرة التكرار. فلما ذلت بها ألسنتهم وسلموا لله عز وجل، أنزل سبحانه في إثرها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبقيت الآية تتلى ليش؟ تحذيرا من الخواطر، لأن الخواطر قد تتأصل. فراقب نفسك، ولهذا إذا خطر لك الرياء وجاهدته حتى زال لا يضرك، ولو جاهدته ولم يزل لكن لم تحقق مراعاة الناس لا يضرك. ففي هذا أنك تنتبه للخواطر، لا تسترسل معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ فتقول: الله. فيقول: من خلق كذا؟ فتقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ قال: فإذا بلغه فلينته، في رواية: فليستعذ بالله، يعني من الشيطان، ولينته، في رواية: فليقل: الله خالق كل شيء. ولو غلب لا يتكلم بالخاطرة السيئة، لا يتكلم فلا تضره. فإذا السيئة لا تكتب بمجرد الخطوف، ولا تكتب بمجرد الهم، وإنما تكتب بالعمل. ومع ذلك تكتب واحدة، ومع ذلك كثر الله عز وجل موجبات محو السيئات فضلا منها على عباده وإحسان إليه. الحسنة تكتب بمجرد الهم، وتكتب حسنة، وإذا عملت بها كتبت 10 حسنات مضاعفة إلى 700 ضعف لأضعاف كثيرة. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: تبا لمن غلبت آحاده وعشراته. الآحاد هي السيئات، يعني تكتب واحدة واحدة، والحسنات هي العشرات، تكتب الحسنة بـ10. فإذا غلبت السيئات حسنات، ايش معنى ذلك؟ معناه الغفلة حتى كثرت السيئات فغلبت الحسنات أو أحبطت الحسنات. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا، قال: كمثل قوم، يعني مسافرين، نزلوا بطن واد فأرادوا أن ينضجوا طبيخة طعامه، فالتمسوا الحطب، فجاء هذا بعود وهذا بعود حتى أشعلوا نارا أنضج الطبيخة. فهذا مثل للسيئات إذا اجتمعنا، فالصغائر تتحول إلى الكبائر، إلى كبائر، والكبائر تتحول إلى إصرار، ثم يزين الإنسان سوء عمله فلا يتوب، نعوذ بالله. والسيئة تجر إلى مثلها، والحسنة تجر إلى مثلها، فالسيئة تجر إلى سيئة مثلها، والحسنة تجر إلى حسنة مثلها. فأيهما أفضل لك، الحسنة أو السيئة؟ الحسنات، وأن تتوقى السيئات. نعم. شيخ الوقت الأذان ولا لا؟ نعم جاء الأذان. الله
النار. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم يسر الجنة. نعم. أحسن الله عليك. باب ما يتقى من محقرات الذنوب. حدثنا أبو الوليد حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله: يعني بذلك المهلكات. باب هذا، لأنه فيها حديث ليست على شرط البخاري رحمه الله، فلذلك لم يردها وأشار إلى معناها. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء فيهلكن. وجاء في حديث آخر وصحيح قال: إن الشيطان يوم عرفة، قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، يعني بالتحاسد والتهاجر والغيبة والنميمة، فهذه تؤدي إلى المهلكات لأنها تهلك أهلها. فهذه محقرات الذنوب، الناس يستهينون بها وهي عظيمة مهلكة. فرضي بما تحتقرون من ذنوبكم، لأنه يعرف أنها إذا اجتمعت سودت القلب وقسته. فلذلك يحذر الإنسان الصغائر خوفا من أن يقع أو تجره إلى الكبائر، ومن ذلك فضول الكلام، فإنه إذا كثر فضول الكلام أدى إلى المزاح الذي يحدث العداوة، وأدى إلى الغيبة التي هي جناية، وأدى إلى النميمة التي فيها احتقار الناس وسوء الظن بهم.
وهكذا ينبغي أن يحذر، لا يستهين بالسيئة ولو كانت صغيرة، إنها تجتمع مع الأخرى مع الثالثة وهكذا. وهذا الران اجتماع الذنوب تحدث رينا، أي قسوة وسوادا في القلوب. نعم. أحسن الله إليك. باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي، حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت، فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. هذا فيه أن الإنسان يلتزم الطاعة ويستقيم عليها رجاء أن يختم الله بها، والله عند ظن عبده به، ويحذر من السيئة ويخاف من عاقبتها خشية أن يختم له بها، فيحتاط. وفيه أن الأمور قد ما تكون على الظاهر، فيكون العمل الصالح في الظاهر رياء يعاقب به صاحبه، وتكون المعصية في الظاهر غير مقصودة أو بجهل فيعفو الله عن صاحبها. فلا بد من انتباه، ولهذا ما يحكم على العاصي الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بالصلاة، ما يشهد يحكم عليه بالنار، ما يجزم، ما يقطع بالنار إلا لمن أخبر الله عنه ورسوله. وهكذا العمل لظاهر الصلاح ما يجزم بأن صاحبه من أهل الجنة، إنه قد يكون رياء، قد يكون لغرض دنيوي، لكن من استقام رجيت له الجنة، ومن لم يستقم أصر على الفسق خيف عليه من النار، ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم فيما يرى الناس، فيما يرى الناس يكون على عمل من عمل أهل النار فيما يرى الناس، يكون على عمل من عمل أهل الجنة فيما يرى الناس، والذي على عمل أهل الجنة يدخل النار، والذي على عمل أهل النار يدخل الجنة. يعني العبرة بالخواتيم. خذ هذا مثال الآن، هذا رجل مع الصحابة رضي الله يجاهد، وشجاع، شجاع وعلى بصر بالحرب، لا يترك شاذة ولا فاذة للمشركين، للمشركين إلا اتبعها يضربها بسيفه. فعجب الصحابة منه، من جلده في الجهاد وسداده، فقالوا ما أجزأ منا اليوم ما أجزأ فلان، أحسن واحد فينا فلان. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. كيف من أهل النار؟ وهذا عمله. كاد بعض الصحابة أن يرتاب يشك، فقال أحد شباب الصحابة أنا صاحب أجيب لكم العلم يعني. فلما نشبت الحرب مرة ثانية اتبعه، إن وقف وقف معه وإن مشى مشى معه، يركبه وهو الحرب. فأصابت ذلك الرجل جراحة شديدة جزع منها،
فلم يتحمل، فجاء وجعل نصب السيف على الأرض، مقبض السيف على الأرض، وذبابه الحاد طرف الحاد بين ثندوتين، وتحامل على السيف ففرج به صدره وقتل نفسه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا، كان من شأنه كذا وكذا. قال: قم يا بلال، نادي في الناس، إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا الرجل فاجر، سخره الله للمسلمين، ولا يبتغي وجه الله بجهاده، ولم يرضى بقدر الله ما صار، ويحتسب من هذا في سبيل الله. فهذا نموذج. النموذج الآخر: الرجل الذي كان مجاورا لرجل صالح وهو مسرف على نفسه من كان قبله، فكان الرجل الصالح لظاهره الصلاح ينهى هذا الرجل المسرف على نفسه عن معاصيه ويتكلم عليه ويشدد عليه، فخرج مرة الرجل الصالح ورأى هذا على سرفه ومعاصيه، فأعجب بنفسه وتحجر على الله عز وجل، فقال: والله لا يغفر الله لفلان. تعدى من؟ تعدى حدود الله، تعدى على الله عز وجل في سلطانه، تعلم الغيب، تعلم حكمة الله. فغضب الله عز وجل، قال: من ذا الذي يتألى علي، يعني يحجر علي ألا أغفر لفلان، أني قد غفرت له وأحبطت عملك. في رواية: أدخلتك النار. فهذا كان مسلم على نفسه، وكان عنده جهل، كان مبتلى بنفس ضعيفة ما تصبر، ما هو إرادة المعصية والعناد لله جل وعلا، لكن مغلوب مفتن، وربما أنه يتوب بينه وبين الله في كل مرة، فغفر الله له. مثل ما جاء في الحديث: إن الرجل يعمل السيئة ثم يستغفر، يقول: ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فيقول الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم تكرر منه ثانية ويقول الله عز وجل كذلك، تكرر منه ثالثة ويقول كذلك، حتى يقول: قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. ليش؟ لأنه عنده خوف، عنده وجل من الله عز وجل، لكنه مبتلى بنفس ضعيفة وبقلة معين، فيندم كل ما أذنب ندم وتاب إلى الله عن صدق. ومثل الرجل الذي كان يؤتى به عند النبي صلى الله عليه وسلم، يدعى حمار، كان يشرب الخمر ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلده، قيم عليه الحد، تكررت، فقال الرجل: أخزاك الله، ما أكثر ما يشرب الخمر هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: قد سمع، لا تقول أخزاك الله، فإنه يحب الله ورسوله. هذا السر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن علم الغيب من الله جل وعلا. هذا الرجل مفتن، مفتن تواب، ما عنده عناد ولا عنده جرأة على الله عز وجل، لا، لكنه ضعيف النفس مغلوب، ومع ذلك يندم ويتوب فيما بينه وبين الله عز وجل. وذاك مغرور بنفسه، يعمل الصالح ومغرور بنفسه، معجب بنفسه ومدلل بعمله على ربه، فخاب وخسر. نعم. أحسن الله إليك. باب: العزلة راحة من خلاط السوء. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد حدثه قال: قيل يا رسول الله
وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد أنه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يعني إن الإنسان أحد رجلين المسلم، إما قوي في إيمانه في علمه وعمله فيخالط الناس ويصبر على أذاهم، وهذه سيرة المرسلين عليهم الصلاة والسلام، يخالطون الناس يصبر على أذاهم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، فهو يخالط الناس ويدعوهم إلى الله عز وجل، ينكر عليهم ما يرى من معصية الله سبحانه، وهو مع الناس في خير ويسلم من أذاهم لأنه ينكر ولا يكرهم على الخطأ، ولو لم يطيعوا فارقهم، حازم وجاد وصادق، هذا هو المؤمن القوي. والثاني مؤمن ضعيف لا يتحمل أذى الناس ولا عنده حجة إنه ينكر عليهم وينهاهم، فخير لهذا أن يعتزل الناس، يسلمون من شره ويسلمون من فتنته، وهذا في الجملة. ويأتي زمان يتعين على الإنسان هذا المسلك، أنه يعتزل الناس ويصبر، سواء أخذ غنيمة تتبع بها مواقع القطر الربيع باليسار، أو جلس في بيته. وهذا عند الفتن التي تموج في الناس، التي تنشأ عن الاختلاف والأهواء، الأهواء اللي يكون فيها هرج قتل عن غير بينة، لا القاتل على البينة على بينة في قتله، ولا المقتول على بينة في الأمر الذي قتل فيه، يعني يصير تأويل باطل وأخذ بالشبهات واستحلال للحرمات بالتأويل. فهذا هذه الحال يتعين على المسلم أن يعتزل الناس، أن يعتزل الناس خوفا من الوقوع في الفتنة وأن تصيبه الفتنة. فهذا المراد أيام الفتن الهرج التي تكون عن تأويل بسبب الأهواء مصالح دنيا، جهاد للحكم، قتال عصبية بين قبيلتين، قتال من أجل البدعة والهوى. فمثل هذه الأمور قال صلى الله عليه وسلم اعتزل تلك الفرق، قال إلزم إمام المسلمين وجماعتهم، قيل فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال اعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. قال للآخر اجلس في بيتك، كن حلس بيت، خلك مثل أثاث البيت،
قال أرأيت إن دخل علي؟ قال إن دخل عليك فضع ثوبك على وجهك إذا خفت من باركة السيف، وقل بؤ بإثمي وإثمك، يعني لا تواجه بالحرب بالسلاح، وهي التي ذكر صلى الله عليه وسلم أن يكون القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي والراكب. كل ما أبعد عن الفتنة وضعف الفتنة فهو خير له، هذا المراد. وجاء في الحديث الآخر أن الرجل يأتي إلى القبر فيقول يا ليتني كنت مكانه، ليش؟ لما يرى من الفتنة العظيمة التي تنتهك فيها الأبضاع، تستحل الفروج وتزهق النفوس وتهلك الأموال مثل ما يجري في بعض البلدان الآن، فبطن الأرض خير من ظهرها في الحال هذه، لأن إذا عاش رأى ما يسوء، ومع ذلك لا يقتل نفسه، يتمنى فقط، يتمنى العافية، لكن ما أمر أن يقتل نفسه، لا، اعتزل ولو أن تلحق بالجبال والغنم. نعم. أحسن الله إليك. باب رفع الأمانة. حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح بن سليمان، حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الأمانة من الإيمان، إن الأمانة هي أصلها الإيمان، فالمؤمن هو الذي يؤدي الأمانة، ومن الأمانة الوضوء، ومن الأمانة الغسل من الجنابة، ومن الأمانة الصوم، لأن هذه أسرار بين العبد وبين ربه. فالأمانة من الإيمان، فإذا رفعت الأمانة معناه أن رفع الإيمان، وهذا يكون في آخر الزمان، زمان الفتن التي يبيع المرء فيها دينه بعرض من الدنيا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، في أصل قلوب الرجال، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، يعني الفقه في الدين، ثبات الإيمان. وحدثنا عن رفع الأمانة بماذا؟ بسبب المعاصي، فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها كالوكت، كالشيء السواد الخفيف في البياض الناصع. وينام النومة ثاني فتقبض الأمانة فيظل أثرها كجمر دحرجته على رجلك فنفط، انتفخ في موية. صحيح. وقال: حتى ترفع الأمانة، تقبض الأمانة، وحتى يتبايع الرجلان ولا يكاد أحدهما يؤدي الأمانة، وحتى يقال للرجل ما أظرفه، دبلوماسي لبق، ما أظرفه، ما أعقله، عنده فكر سعة أفق يمدح وهو منافق، ما أجلده، شغيل عفريت صاحب عمل جد، وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل. فهذا رفع الأمانة، رفع الإيمان من القلوب بسبب نقص التعظيم لأوامر الله ورسوله، الشرع، الاستخفاف بالشرع واتباع الأهواء وتحكيم الشبهات والآراء، هذا اللي يكون سببا في قبض الأمانة ورفع الإيمان، فيمدح الرجل وقال ما أظرفه، ما أعقله، ما أجلده، وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل، نعوذ بالله.
فهذا أمر يعني يحتاج إنسان يحذر أن يبتلى بخلطة مثل هؤلاء ويذهب دينه وهو ما درى بسبب هذا، يورد عليه من الشبهات والاستحسان العقلي والاستهجان لما يخالف الهوى من الشرع وانتقاص أهل الشرع إلى غير ذلك، والإنسان متأثر بمن حوله. فالإنسان مع أنه عاقل يتأثر بخلطة البعير والشاة. يقول صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في الفدادين المصوتين عند أذناب الإبل، في رواية في الحديث الآخر في أهل الخيل والإبل، الكبر يعني والغرور والإعجاب عند أهل الإبل. ليش؟ لأن تؤثر عليهم جفاء، لأنها فيها جفاء في طبعها الخيل والإبل. والسكينة في أهل الغنم، فإذا كان الحيوان يأثر عليك فكيف الفاجر؟ الفاجر أشد تأويل، والمبتدع أشد تأثير، فتحذر على نفسك. ولذا أئمة السلف كبار من أئمة السلف، هذا الحديث إذا جاء مبتدع وقال أحدثك بحديث، قال لا، وضع أصبعي في أذني ولكن يعني حذر منه. يقول: ما يؤمنني إذا دخلت الشبهة إلى قلبي أنها تخرج. الشبهة تحدث وساوس وخوارج وشك والعياذ بالله. لابد الإنسان يحذر من هذا، من أهل الشبهات ومن أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الفجور الذين ما عندهم حلال ولا حرام، ما يبالون، والذين يستخفون بالدين والشرائع الفرائض، يستخفون بها ويستهينون بها ويستهينون بأهلها. يحذر من هؤلاء لأنهم أعدى من الجرم. وفقنا الله وإياكم بما يحبه ويرضاه، وجعلنا هداة مهتدين مباركين أينما كنا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.